مساء اليورو وحلقة جديدة، هي اتأخرت شوية معلش يعني، بس الحلقة دي هنتكلم فيها عن مباراة دور ال 16، نشوف التوقعات كده مع بعض بلغة الأرقام وكمان بلغة التحليل. هنعمل حلقتين ورا بعض، حلقة تتضمن أول أربع ماتشات بداية ماتشات النهاردة وبكرة، والحلقة التانية هتبقى آخر أربع ماتشات بتوع يوم الاثنين والثلاث. يلا بينا نبدأ أول حلقة ونشوف أول أربع ماتشات فيهم إيه. هيبدأ النهارده هو ماتش الدنمارك وويلز، هيبقى الساعة 6 على ملعب يوهان كرويف أرينا. الماتش ده متناسب جدا حتى بلغة الأرقام، لغة التحليل هنقول مع بعض دلوقتي. دي المواجهة الخامسة ما بين الدنمارك وويلز مع بعض في بطولة اليورو، يعني حصل فوزين للدنمارك، حصل فوزين لويلز. دنمارك سجلت 3 أهداف وويلز سجلت 4، ففي تناسب وتشابه جدا حتى في عدد المواجهات اللي في تاريخ اليورو. الدنمارك في دور المجموعات جابت 5 تجوان دخل فيها 4، ويلز جابت 3 دخلت فيها 2، الجول ديفرنس 1 البلس 1. حتى لو كان الدنمارك هجومها احسن لكن دخلت 4 تجوان في ماتش واحد بس، لكن ويلز دفاعها اقوى من الدنمارك بكتير جدا. الدنمارك هو اكتر فريق في دور المجموعات عمل محاولات، عمل 61 محاولة اكتر من اي منتخب تاني، 22 منهم كانوا اون تارجت. الدنمارك كان ثالث فريق راح بهجمات، يعني غير المحاولات، لا ده هو راح بهجمات برصيد 172 هجمة. الدنمارك عنده رابع اعلى نسبة استعادة للكرة 144 كرة. ويلز بقى هو تاني فريق جاله فرص واضحة على المرمى، جاله 4 فرص مع فرنسا والتشيك وهولندا. ويلز اكتر منتخب عنده اعلى معدل نسبة عرضيات صحيحة بنسبة 55%. بالمناسبة تكتيك ويلز هو عبارة عن عرضيات بس، يعني هو ويلز ما بيعملش حاجه غير انه بيعمل عرضيات، وفعلا ناجحه جدا جدا جدا. يعني جاريث بيل هو اكتر لاعب في المجموعات خلق فرص محققه للتسجيل، خلق 5 فرص، اكتر لعيب، اكتر من اي لعيب تاني. يعني متخيل جاريث بيل هو اللي معاه الرقم ده. دانيال جيمس هو ثالث اكتر لاعب عمل عرضيات صحيحه بنسبه 9 عرضيات. فهم عندهم كمان اللعيب اللي مش بس بيصنع فرص خطيره، عندهم اللعيب اللي بيعمل اوفرات اللي هم اصلا متفوقين فيها، فهم عندهم مقومات التكتيك بتاعهم بالظبط. حارس ويلز وورد ده هو تاني حارس عمل انقاذات، الاول كان شاكير بتاع تركيا 18، هو عامل 14. الماتش ده هيبقى متكافئ جدا، متناسب جدا. الدنمارك 3-4-3 ويلز 4-2-3-1، الماتش هيبقى لا هيبقى رايح جاي، ممكن يخلص تعادل نروح اشواط اضافيه ضربات جزاء، ممكن ده يحصل. انا شخصيا اتوقع ويلز، ان ويلز منظم اكتر عن الدنمارك، يعني الدنمارك هجومهم شرس قوي وكل حاجه، لكن تنظيم ويلز في الملعب احسن من الدنمارك بكتير. هفوات الدنمارك في الدفاع زايده شويه، خصوصا الهدف فنلندا اللي جه في الاول خالص لو تفتكروا. ويلز عرضياتها مظبوطه جدا جدا، ممكن كيفر مور مهاجم طويل جدا جدا عند ويلز يخطف من الهفوات الدفاعيه دي، فويلز فرصتها انها تخطف اهداف وسط الهفوات بتاعت الدنمارك الدفاعيه اكتر شويه من الدنمارك. عندهم محاولات اكتر، فريق حاول وكده، لكن تنظيم ويلز فعلا رخم شويه حتى مع ايطاليا في اخر مباراه. انا شخصيا اتوقع ويلز اللي تروح لدور ربع النهائي وتكمل مسيره انجاز يورو 2016. تاني ماتش معانا هو ايطاليا والنمسا الساعه 9 على ملعب ويمبلي. المباراه دي صعبه جدا على النمسا بصراحه، لان ايطاليا هو تاني اكتر فريق سجل اجوان في دور المجموعات، سجل 7 مناصفه مع البرتغال وبلجيكا، ما دخلش فيها اهداف خالص. الفريق الوحيد اللي عامل كلين شيت في المجموعات هو مع انجلترا، اول منتخب في تاريخ اليورو اللي يفوز باول 3 ماتشات من غير ما يخش فيه اهداف، وده رقم يعني انفردت بيه ايطاليا فقط، فازت بالثلاث ماتشات هي وهولندا وبلجيكا بس. النمسا سجل 4 اهداف، دخل في مرمى 3. ايطاليا تاني اكتر فريق عمل محاولات، عمل 60 محاوله بعد الدنمارك بمحاوله واحده بس، منهم 17 اون تارجت. الفريقين كل اهدافهم جم من عمل جماعي واسيستات، يعني 7 اهداف بتوع ايطاليا جم عن طريق اسيستات، اعمال جماعيه كلها، مفيش مواقف فرديه او هدف جه كده باي لك، لا كلها مواقف جماعيه. نفس الكلام مع النمسا، ايطاليا هي الاولى في خلق الاسيستات، 7 اسيستات كامله بالسبع اهداف بتوعها. الفريقين هما بيحتلوا مركز رابع في كاكتر فرق جالها ركنيات، فاعتقد ان الكور العاليه بالنسبه للفريقين خاصة في الكورنرات بتبقى خطيرة جدا، وشفنا النمسا قدام اوكرانيا في اخر ماتش عاملة ازاي، شفنا النمسا عامة في العرضيات حتى قدام مقدونيا، لا لا تقال تقال جدا، خصوصا الابا ده يعني دقة عرضياته تقريبا هو احسن واحد عمل عرضيات في الدور الاول كله او في دور المجموعات. ايطاليا رابع فريق راح بهجمات،
راح ب 169 كوره، النمسا السادس ب 144. ده ياكد لك النمسا فعلا فريق قوي جدا، فريق يمكن اسمه قليل لكن فيه عناصر قويه جدا مع مدرب بصراحه عامل تكتيك كويس. ايطاليا هو ثالث فريق في الاستحواذ، عامل استحواذ 57.8%. النمسا ثالث فريق بقى في دقه العرضيات 37.3%، اكملوا 20 عرضيه، كتاني اكتر فريق اكمل عرضيات. عشان كده بقول لك النمسا في العرضيات هي شبه ويلز، ويلز خطورتها عندهم اللعيبه اللي تلقط العرضيات، انما النمسا دقه العرضيات فعلا مظبوطه جدا. النمسا تاني منتخب استعاده للكوره البوز ريكفرد، ودي حاجه بتميز دفاعهم شويه انه فعلا منظمين دفاعيا، منظمين جدا جدا، يمكن اكتر من ويلز كمان زي ما اتكلمنا. النمسا تاني منتخب فوزا بالتاكلينجز، يعني عملوا تاكلينج صحيحه جدا، 26 منهم 11 للاينر، المدافع بتاعهم اكتر لعيب عمل تاكلينج في دور المجموعات، ففعلا ده يوضح ان هو دفاعهم خشن شويه. هولندا عانت كتير قوي في الموضوع ده، لازم تبقى سريع مع النمسا في نقل الكوره بحيث ان انت تغفلهم، لكن عندهم تنظيم فعلا في الجزء الخلفي فعلا جميل جدا. ايموبلي هو ثالث اكتر لاعب في المحاولات، عمل 10 محاولات. الابا تاني اكتر لاعب عمل عرضيات، عمل 22 عرضيه. الابا اكتر لاعب خلق فرص بتسع فرص في دور المجموعات، يعني بيل اكتر لاعب خلق فرص محققه للتسجيل، الابا اكتر لاعب خلق فرص عامه بتسعه. فالابا اللعيب الدينامو، هو البدفاع لكن هتلاقيه ناحيه الشمال، هتلاقيه في نص الملعب، احيانا شفته كده مع المهاجم الثاني في المباراه الاخيره بتاعت اوكرانيا، فعلا بيلف في الملعب كله، لعيب دينامو قوي جدا وهيرخم جدا على ايطاليا. دي اول مواجهه ما بين الاثنين في اليورو، النمسا ما كسبتش ايطاليا من 1960. انا شخصيا ارشح ايطاليا لدور الثمانيه، فعلا قويه جدا. مانشيني التكتيك بتاعه 4-3-3 اللي بيقلب 3-4-3 اللي بيبقى ديلورانز ورا هو اللي بيبني مع كيليني وبينوتشي، سبيناتزولا هو اللي قدام ناحيه الشمال، بيراردي فاتحين على الخطوط، اصبح باريلا وانسيني في انصاف المساحات، ده اللي هيفك ضغط النمسا ونظامهم بصراحه. منظومه زي مانشيني هي اللي تفك الكلام ده، مع لوكاتيلي ومع جورجينيو او فيراتي حتى مكان لوكاتيلي، اللعيبه اللي هي بتبني تستلم على طول من ورا وتسلم، فبيفتحوا لعب لبعض وبيفتحوا لانسينيا، ايموبولي بيقرب، سبيناتزولا يطلع، التكتيك اللي احنا شرحناه في الحلقات اللي فاتت. ايطاليا تقدر على النمسا، النمسا ممكن تخطف يعني من عرضيات لكن مفيش العناصر السريعه اللي تخترق نص ملعب ايطاليا، فانا شخصيا ارشح ايطاليا لكن ممكن نقول بصعوبه 1-0 2-0، يعني مش هتبقى سهله زي ماتشات تركيا وسويسرا وحتى ويلز، هتبقى اصعب من مباراه ويلز. المباراه الثالثه هولندا والتشيك، الماتش ده ممتع جدا 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 في بوشكاش ارينا في المجر، هيبقى يوم الاحد بكره الساعة 6. هولندا هي أقوى هجوم في البطولة، سجلت 8 تجوان كلهم من جوه منطقة الجزاء، دخل في شباكها هدفين بس، التشيك سجلت 3 تجوان برضه دخل في شباكها هدفين. دي تالت مواجهة ما بينهم في اليورو، كل واحد منهم كسب واحدة. فمواجهة يورو 2004 هي الأبرز اللي التشيك كسب فيها هولندا 3-2 بعد ما كانت هولندا متقدمة، مواجهة كانت بص اللي ما اتفرجش على الماتش ده فاته كتير، أنصحك تخش على اليوتيوب كده واتفرج، أيام بقى بافل نيدفيد وميلان باروش ويان كولر، والناحية التانية هولندا كانت بكل الناس ساعتها باتريك كلايفرد، يعني ماتش كان عالي قوي تكتيكيا وممتع، إذا اتفرج عليه التشيك كسب 3-2 فعلا. الفريقين جالهم أربع فرص واضحة على المرمى كتاني أكتر الفرق، هولندا أكتر منتخب عمل استرجاع للكورة، عمل 155 استرجاع للكورة، ديفريج المدافع بتاعهم هو اكتر لعيب عامل استرجاع للكوره 29 كوره، اللي تشيك ثالث اكتر فريق عمل استخلاص للكوره، عمل 82 استخلاص، فواضح ان احنا هنشوف مباراه دفاعيه رخمه من الاثنين بصراحه. يعني ديباي ثاني اكتر لاعب عمل محاولات، عمل 11 محاوله، شارك في اربع اهداف ب 50% من اهداف هولندا في المجموعات، هدفين واسيستين، ده اللعيب الدينامو اللي هيحرر الدنيا النهارده. فرانكي بور البناء بتاعه بطيء، نص ملعبه كمان بطيء، فطريقه طلب الكوره او التيك اون هيبقى تقيل جدا، ده هيخلي التشيك بتلعب 4-2-3-1 هترجع 4-5-1 زي ما شفتها في ماتش انجلترا، التقفيل الدفاعي التحفظات قافله بعرض الملعب كله، فبالتالي اي ثغرات استلام من فيلاندوم ديونج مارتن ديرون اي حد هتبقى صعبه شويه، اللعيب الدينامو اللي هيحرر كده التيك اون بتاعه سريع الوحيد هو مونفيس ديباي، ساعتها تفقد عمق هجومي لكن تحاول تظبط بدون فرايز اللي انت بتظبط بيه دايما في الجبهه الثانيه، تحاول تفتح له مساحات مع طبعا خروج فيلاندوم وديباي تاني لمنطقه الجزاء مع فيغورس اللي بيستغل اي نص فرصه بيقدر ان هو يسجل منها، فاعتقد ديباي هو الحل النهارده، الدينامو بتاع التيك اون انصاف مساحات في ال 4-5-1 الثقيله بتاعت التشيك. باتريك تشيك تاني هدافين يورو بثلاث اجوان، الثالث في المحاولات بعد ديباي على طول ب 10، الاول في المحاولات على المرمى بقى اون تارجت، باتريك تشيك ست كور على المرمى الاول في المحاولات، لعيب فعلا اكتشاف من اليورو، انا حبيته بصراحه، باتريك تشيك فنان، مهاجم مش هقول لك مهاجم جامد وجبار ورونالدو بقى وكده، لا ده هو مهاجم فنان، فعلا عنده حس فني عالي قوي بالكوره، الاول كمان في الفرص الواضحه اللي ضاعت برضه باتريك تشيك عامل ثلاث فرص ضاعت، بيضيع كتير ولكن عنده حس فني عالي جدا، انا شخصيا ارشح هولندا
لكن بصعوبه برضو زي ايطاليا والنمسا. يعني التشيك هتعمل ماتش ممكن كويس وحتى دفاعي شكله جميل، لكن هولندا تقدر، عندها العناصر اللي تخطف فعلا زي ما اتكلمنا، حته الدينامو بتاعت انصاف المساحات بتاعت ديباي، انطلاقات دام فرايز، اعتقد الموضوع ده ممكن يظبط مع هولندا حتى لو 1-0. اخر ماتش بقى اللي هو النهائي المبكر، النهائي المبكر بالنسبه لي بلجيكا والبرتغال في ملعب لا كارتوخا في اشبيليه في اسبانيا، هيبقى يوم الاحد الساعه 9. الفريقين هما تاني اقوى هجوم برصيد 7 اهداف، الاثنين مدخلين نفس الاهداف، وليكن البرتغال ليها افضليه بحيث مجموعه الرعب يعني المانيا وفرنسا. بلجيكا دخل فيها هدف واحد بس كان من الدنمارك، البرتغال دخل فيها 6 جوان من اسوا الدفاعات، ولكن هيحسب لهم برضو يعني هنقول ان ده مجموعه الرعب. يعني بلجيكا هي الثانيه في الاسيستات بعد ايطاليا، عامله 6 اسيستات في عمل جماعي في الاهداف بتاعتها، وست اهداف من السبعه كان فيهم عمل جماعي مميز جدا. بلجيكا الثانيه في دقه التمرير 89%، وده اللي هيرخم على البرتغال قوي، هيخلي فرناندو سانتوس حته الهاي بريسنج ده معدوم تماما زي ماتش فرنسا كده، وهيحس ان الدنيا خانقاه شويه. دقه التمرير عاليه جدا عند بلجيكا، بيحتفظوا بالكوره كتير لان بلجيكا الثالثه في الاستحواذ 57.7%. البرتغال برضو دقه التمرير عندها عاليه، هي الثالثه بعد بلجيكا 88.7%. يعني التمرير هنا متساوي هنا. رونالدو هداف اليورو 5 جوان، اكتر لاعب مشارك في اهداف في اليورو 6 جوان، لوكاكو الثاني طبعا ب3 اهداف، رونالدو ثاني اكتر لاعب عمل محاولات برضو عامل 11 محاوله الاول على المرمى برضو ب6، دي بروين اكتر لاعب خلق فرص مع الابا برصيد 9، يعني الابا كان في الاول زي ما قلنا، دي بروين برضو 9، ودي بروين خد بالك من ماتشين او بيقول من ماتش ونص كمان، تخيل بقى لعيب من ماتش ونص تساوى مع الابا اللي لعب 3 ماتشات وبقى اكتر لعيب عامل فرص ب9. سميدو هو اكتر لعيب برغم المساحات والكلام ده، واكتر لعيب عامل تاكلينجز، عامل 13 تاكلينج. اعتقد اللي هيلعب نحادي كاراسكو سوريان هازارد، يعني سميدو محتاج حد يخطفه زي مبابي زي ما قلنا في تكتيك ماتش فرنسا والبرتغال، لكن لو حد يعني تقيل على الكوره وكده لا اعتقد سميدو ممكن يسد في الموضوع ده شويه. المواجهه الاولى في اليورو في تاريخ، لعبوا 5 ماتشات رسميه قبل كده سواء في تصفيات او كده، البرتغال فازت 3 وتعادلوا 2، بلجيكا ما فازتش، فده يعني التاريخ راح للبرتغال شويه، حامل اللقب. البرتغال برده بتصعد الثالث، واضح ان المركز الثالث ده وش الخير والسعد عليهم. مباراه صعبه بلا توقعات نهائي، بلجيكا بتلعب 3-4-3 بتاعتها، هازارد هيلعب اساسي ولا لا مش عارفين، كاراسكو هو اللي هيلعب، هازارد بيفرق جدا على فكره برغم الاصابه والكلام ده، دي بروين طبعا لا غنى عنه، لوكاكو في انسجام وفي قوه ضربه هجوميا، ولكن بلجيكا دفاعيا زيرو. الدفيرلت، دينايف، فيرمايلين، فيرتونجن، الخط ده عمره ما بيتساوى خالص، لازم واحد بيبقى سابق التاني، لازم يتضربوا في كرات عالية، والبرتغال مميز في الكرات العالية جدا اللي هي من ورا لقدام، اللي هي الثرو بولز العالية اللي رايحة ليوتا، اللي رايحة لبرناردو، اللي رايحة كمان لرونالدو. فأنا شخصيا شايف إن رونالدو يقدر في وسط دفاع بلجيكا ده اللي هو الضعيف، لا يقدر يخطف هدف عادي جدا، مفيش مشكلة خالص. الكرات العالية، التحرك، رونالدو دايما تحركه ذكي وتحركه أسرع من أي مدافع قوي، تخيل بقى لو مدافعين مش اقوياء، متوسطه يمكن اقل متوسطه زي بتاعت بلجيكا، اعتقد رونالدو فيه فرص كتيره قوي، فده اللي هيعتمد عليه سانتوس بصراحه، الكرات العاليه من ورا اللي قدام دي، هيبتدي ان هو يكثف مناطق نص الملعب قدام جدا، يلعب ببرونو، يلعب بيوتا، يبتدي يلعب من لمسه واحده، ده هيفرق معاه شويه، رينالدو سانشيز مهم جدا في ماتش زي ده، تبتدي تسحب دينير لبره، يعني دينير برضو بيحب الاندفاع السريع جدا، عامل زي رامي ربيع في الاهلي كده، فده لو اندفع بسرعه شكرا، خلقت مساحات في عمق الدفاع بتاعهم لذيذه قوي، ده الدنمارك اللي كان بيعمله فعلا مع بلجيكا، رغم البرتغال من اسوء الدفاعات، لكن هنقول انها قابلت فرنسا، قابلت المانيا، ما دخلش فيها اهداف من مجر، يعني هنقول ان لسه دي اختبارات قويه، فطبيعي يخش اهداف كتير في البرتغال، لكن يبقى بيبي ودياس ثنائيه قويه، هيدفع له ازاي مع لوكاكو؟ هنشوف. طيب حلقتنا خلصت، ماتشاتنا لسه ما خلصتش، لسه عندنا جزء تاني، اعتقد يعني شرحنا الدنيا شويه، الاربع ماتشات التانيين حلوين جدا، هنعمل الفيديو ده النهارده ونحاول ننزله بكره قبل بدايه الماتشات، هشوفكم على طول الحلقه الجايه.